أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج الصحافة اليوم، نتناول فيه ما جاءت به الصحف المحلية وكذلك العربية والعالمية بقضايا اليمن. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: مصرع مشرف الميليشيا في الأمن القومي، والباتريوت تعترض صواريخا حوثية في الساحل الغربي. لقي الاثنين 28 من مايو مشرف ميليشيا الحوثي الإرهابية في الأمن القومي المدعو مطهر إسماعيل المتوكل مصرعه، كما اعترضت منظومة الباتريوت التابعة للقوات المشتركة صواريخا بالستية أطلقتها الميليشيات في الساحل الغربي. وأكد مصدر عسكري أن المدعو مطهر المتوكل مسؤول ميليشيا الحوثي في الأمن القومي والمختص في الاختطافات والتعذيب لقي مصرعه على أيدي أبطال القوات المشتركة في المواجهات بالدريمي. وأضاف المصدر أن الميليشيا الحوثية تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في العدد والعديدة، مشيرا إلى أن القوات المشتركة تواصل تقدمها وفق الخطة المرسومة لها. إلى ذلك، أسقطت منظومة الباتريوت التابعة للقوات المشتركة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 29 من مايو 6 صواريخ بالستية عبثية أطلقتها الميليشيات الحوثية صوب مدينة الخوخة. استشهاد وإصابة 4 نساء بقصف ميليشيا الحوثي منازل مواطنين في حيس بالحديدة. العاصمة صنعاء تشهد أزمة مشتقات نفطية خانقة. بدأت طوابير السيارات بالازدحام أمام محطات بيع المشتقات النفطية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 29 من مايو بالعاصمة صنعاء، في إشارة واضحة لنذر أزمة جديدة للمشتقات النفطية ستشهدها العاصمة صنعاء بالتزامن مع وصول القوات المشتركة إلى مشارف مدينة الحديدة. وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا طوابير طويلة من السيارات في عدد من محطات المشتقات النفطية في عدد من شوارع صنعاء، والخاصة ببيع مادتي البترول والديزل، ما ينذر بأزمة جديدة للمشتقات النفطية تثقل كاهل المواطن. وأوضحوا أن بعض محطات المشتقات النفطية أغلقت أبوابها بعد نفاد مادتي البترول والديزل من خزاناتها، وأشاروا إلى أن هناك تهافتا كبيرا للمواطنين على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم تخوفا من انعدام المشتقات النفطية جراء وصول المعارك إلى مشارف مدينة الحديدة. وثيقة: جمارك الحديدة تبيع البضائع والمعدات في الميناء بمزاد علنية. التحالف على بعد 20 كيلومترا من قطع شريان الحوثيين. دورية عسكرية حوثية هدف لنيران مسلحين وسط الحديدة. عدن الغد طلعتنا بالعناوين التالية: مصدر عسكري: منظومة الباتريوت تعترض 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات باتجاه مديرية الخوخة بالساحل الغربي. وسائل إعلام حوثية تتحدث عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية على معسكرات الجيش الوطني بالحديدة. المتحدث باسم اللواء السادس عمالقة: العملية العسكرية بالساحل الغربي أخذت منحنى بطيء لتعقب عناصر الميليشيات. مصرع قيادي حوثي بارز بمعارك الساحل الغربي: أول تأكيد رسمي على انسحاب الحوثيين من الحديدة. أكد الحوثيين انسحابهم من مدينة الحديدة ثالث أكبر المحافظات اليمنية. وجاء الإعلان عقب عدة أيام من هجوم واسع النطاق شنته قوات من المقاومة الجنوبية وأخرى من التهامية وقوات موالية لطارق محمد. وتم الإعلان عبر قيام الحوثيين بعرض مركبات خاصة للبيع بميناء الحديدة. وقال مراقبون إن بيع هذه المركبات تأكيد واضح وصريح أن الحوثيين يستعدون للانسحاب من الحديدة. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: البنوك تدفع فوائد العملاء بالتقسيط. متحدث المقاومة الوطنية: انهيار ميليشيا الحوثي أفزع إيران. فرار محافظ الحديدة واختفاء مهدي المشاط. حراس الجمهورية قلبوا المعادلة في جبهة الساحل وساهموا بصنع انتصارات ساحقة في وقت قياسي. قتل حوثيون في معارك مع الجيش الوطني بالجوفة. عدن تايم طلعتنا بالعناوين التالية: لماذا تباطأ التقدم باتجاه الحديدة؟ لواء باب المندب يدفع تعزيزات إلى البرح في تعز. التحالف العربي: رصدنا ودمرنا ورشة لتصنيع طائرة درون في اليمن. صحيفة الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: المالكي يكشف عن انهيار الميليشيات في الساحل الغربي، والحوثي يستنجد بالقبائل وفرار الجماعي لقادته الميدانيين. تقدم لافت لقوات الشرعية باتجاه الحديدة والذعر يعم الميليشيات. الهزائم تدفع الحوثيين لنقل أسلحتهم نحو مواقع مجهولة. خسائر كبيرة في صف الميليشيات في حجة والجوفة.
خضعت بنجاح لعملية قلب مفتوح لتغيير أحد الصمامات. أروى أنقذها فريق طبي في مناطق شرعية بعدما تاجر الحوثيون بمعاناتها. برنامج تنفذه اليونسف بتمويل البنك الدولي يدخل عامه الثاني. 9 ملايين يمني استفادوا من مساعدات أممية طارئة. البيان الإماراتي طالعتنا بالعناوين التالية: الشرعية تطرق أبواب مركز الحديدة، عقلاء جنوب اليمن يخمدون فتنة قطر والإخوان. وقبل أن نناقش قضيتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. أفاد مصدر عسكري ميداني بجبهة الساحل الغربي عن اعتراض منظومة الباتريوت لست صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات على معسكرات الجيش الوطني. تحدثت الوسائل الإعلامية حوثية أيضا عن إطلاق القوة الصاروخية التابعة لهم عن دفعة صواريخ بالستية استهدفت معسكرات الجيش الوطني في الحديدة غرب اليمن. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والكاتب الصحفي في الأستاذ محمد أنعم، وكذلك معنا في الاستديو الدكتور عبد الملك اليوسفي. دكتور عبد الملك، أبدأ معك، ما هي المسارات المستقبلية لمعركة الحديدة؟ الأيام القادمة ستشهد تحرير المدينة الحديدة ومركز المحافظة. نعم، كل المؤشرات تدل على ذلك. دعينا ننقل للمشاهد الكريم معلومات طبوغرافية معينة عن تطورات وسير المعركة. الآن القوات المسلحة المشتركة تقصف وتصفي المواقع العسكرية المحيطة بمطار الحديدة. تم الوصول إلى، من يعرف تلك الأماكن، هناك بوابة على الطريق الإزفلتي في مدخل مدينة الحديدة. القوات المسلحة هناك وقد تقاومت المشتركة وقد تجاوزت تلك المنطقة باتجاه مطار الحديدة. الواقع الحال يقول أنه هناك تجربة للتحالف العربي مع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في عدن. تقريبا هناك تشابه جغرافي معين في دار سعد والمملاح مع تلك المناطق التي جارية في الحديدة. وكان هناك في 2015 تعودنا من التحالف العربي إنجاز سريع في وقت قياسي. يبدو أن السيناريو سيتكرر مع فارق أن الحوثيين الآن أكثر ضعفا وأكثر انهيارا مما كانوا عليه في 2015. الذي يعرف تلك المناطق يعرف أن هنالك خط 60 المحاذي لمطار الحديدة من الخلف، هذا من الدوار على الطريق الإزفلتي، الطريق الذي يذهب إلى الشاطئ. نعم. الدوار هناك يذهب إلى خط إلى 60، من 60 إلى تقاطع شارع صنعاء مع 60 قبل كيلو 16 حتى الذي يتجه باتجاه السلخانة، تقريبا 5 كيلومتر، منطقة ليس فيها زحمة سكانية، ليس فيها مباني كبيرة. وبالتالي عودنا التحالف العربي أنه لا يعمل حساب كبير للكثافة السكانية، وكما أن دخول عناصر قوة متعددة مع التحالف العربي والقوات المشتركة تتيح اقتحام تلك المنطقة وتطهير منطقة المطار في وقت قياسي وتأمين وقطع الإمداد على الحوثيين من شريان مهم، الشريان القادم من صنعاء. وبالتالي أعتقد أنه الأيام القادمة ستشهد، ستذكرون هذه الأسماء، مزارع الحمادي والمسنة والمناطق تلك وتلك المناطق التي تمر بخلف المطار ستكون مسرح عمليات، ومسرح عمليات فيها كسر العظم. إلا أنه الملاحظ أنه مع الانهيارات المتتالية للحوثيين هناك زق بأسلحة جديدة يقوم بها القوات المشتركة مع التحالف العربي، وهي والذي حصل قبل يومين، وهي بداية الإنزال من خلف خطوط العدو. وهذه استراتيجية عسكرية معروفة. نعم. سيكون لها أثر كبير في صنع المفاجآت، بالإضافة إلى دخول الأباتشي على الخط، بالإضافة إلى الرقابة الجوية اللصيقة التي تقوم بها طائرات الأوكس لأرض المعركة، بالإضافة إلى الإسناد الجوي الذي تقوم به الطائرات العمودية لقصف المواقع تمركز الحوثيين وإمدادهم ومخازن تسليحهم، بالإضافة إلى العمليات الاستخبارات والاستطلاع
الناجحة جدا في تلك المناطق، بالإضافة إلى الإسناد البحري وعمليات البرمائية التي أعتقد أنها ستتجه باتجاه الكثيب لعمل عملية مباغتة تحيط بالميناء. أعتقد المسألة، الخبراء العسكريين عندما يتحدثوا عن مسألة تحرير الميناء في شمال الحديدة، كل الإحداثيات التي كنا نتكلم عنها كانت في جنوب المدينة. نعم. مع وجود مساحة شاسعة في الكثيب خالية من السكان، شبه خالية من السكان، ستعطي مساحة للمناورة لدى التحالف العربي والقوات المشتركة من أجل تحرير الميناء بتكلفة بشرية قليلة. كل المؤشرات تقول أن ميناء الحديدة في طريقها للتحرر وللعودة، والحوثيين معاهم خيار. أنا أستاذة نبراس دعني أقول لك، نعم، الحوثيين ننصحهم من الآن في الحديدة يخيطوا شراشف، لن يكون معاهم مجال للهروب إلا الشراشف. نعم. برأيك دكتور عبد الملك، هل الهزائم والانكسارات المتتالية هي التي دفعت الحوثيون إلى استهداف المعسكرات للجيش لعمل ضجة أو جلبة أنهم لا زالوا موجودين؟ رفسات الذبيح هي، هم أرادوا أن يرسلوا رسالة، نحن موجودون، نحن ما زلنا أقوياء، ما زلنا نملك صواريخ. لكن يعني الواقع الحالي يقول أنها رفسات الذبيح الذي آخر كروته، آخر ما معه. لكن عندما تنظري أنت إلى مسارات المعركة، الصواريخ البالستية ليست ذات تأثير تكتيكي أو استراتيجي على مسارات المعركة في الساحل الغربي أو غيره. اطلق صواريخ معك أنظمة الباتريوت، لك تطلق صواريخ سنتين ثلاث سنين تطلق صواريخ بالستية، ما نفع شيء منها. وبالتالي هي مجرد فرد عضلات لا تسمن ولا تغني من جوع. المعطيات على الأرض، الانهيارات المتتالية اللي حاصل، الهروب الجماعي الذي يحصل من الحديدة، السرقة للمكونات والهروب بها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، الجرائم التي يرتكبوها بحق المقاتلين الذين معهم، الإعدامات الميدانية الجماعية، اضطرار عدد كبير من المقاتلين انه يطلق رصاص. وصلتنا انباء مؤكدة من اطباء داخل صنعاء في المستشفيات التي تعالج جرح الحوثي بعشرات الجرحى كانوا يأتوا بطلقات رصاص في الاقدام يطلقها بانفسهم، مصدر يعني اتجاه الرصاصة توضح انها كانت من سلاح الشخص نفسه لا لشيء من اجل ان يهرب من الجبهة، يعني ملاذ يجرح نفسه من اجل الحصول على الهروب الامن. وبالتالي أيضا المقتل كما ذكرتم في الأخبار، مقتل أعداد كبيرة من القيادات، ونحن نشاهد من منذ شهور هناك استنزاف للقيادات الحوثية، مما أدى إلى إرباك في الاتصال الداخلي. يعني استنزاف يليه استنزاف يليه استنزاف، مقتل أولئك القيادات يصنع فجوة بالاتصال الداخلي، ظهر جليا على عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير الذي كان يتكبر حتى أنه يتكلم مع أصحابه. اليوم يخاطب، يحاول أن يخاطب أصحابه عبر التلفزيون، يحاول أن يلملم القوة عبر التلفزيون، مما يدل أن قنوات الاتصال الداخلي عند الجماعة بدأت تنهار. وبالتالي نحن نتحدث عن معركة في الحديدة فيها إنجاز. أنا أقول للقوات المشتركة، المسلحة المشتركة للتحالف العربي، لا تلتفتوا إلى أحد، سيبكم من الذي يتكلموا عن مسارات سياسية وعن كلام. أولئك عن الأخبار التي تصلنا أيضا من المصادر في الحديدة من الذي لهم علاقات مع الحوثيين. نعم. الحوثيين شبه مسلمين، الحوثيين منهارين معنويا، الحوثيين منهارين في كل الاتجاهات. وبالتالي هم تقريبا الآن معهم مجال يا إما الهروب الآن، الهروب الآن، وهذا الذي يحصل من القيادات الكبيرة، أو البقية يشوف لهم شراشف من الآن. نعم دكتور، سوف أعود إليك. الآن ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أنعم. أستاذ محمد، قامت الميليشيات بنقل أسلحتها، كذلك استهداف معسكرات بشكل عبثي بصواريخ، لكن اعترضت الباتريوتات نحو مواقع أيضا غير موفقة بالنسبة للحوثيون. نستطيع أن نقول هل أصبح ميناء الحديدة الآن تحت السيطرة النارية للقوات المشتركة؟ أول مرة أنا أحب أن أصحح، لأنه في كلمات ترد من حديث الدكتور أن هناك الجيش الوطني وهناك القوات المشتركة، هناك قوات حاليا حرات الجمهورية والمقاومة الوطنية التهامية والقوات الإماراتية والحياة والمقاومة الجنوبية، هم الذين يخوضون الآن المعركة بشكل واضح. نعم أستاذ محمد.
نعم، يبدو أن الاتصال انقطع. أعود للدكتور عبد الملك. دكتور عبد الملك. نعم نعم، تعقيبا على كلام الأستاذ محمد، أنا أحب أن أؤكد على كلامه. مصطلح القوات المشتركة اليمنية هو تشكيل مصطلح متعارف عليه في الأوقات الأخيرة، يضم ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية. تم الاصطلاح على هذا الاصطلاح، وهو الاصطلاح المتداول في الإعلام، يعني حتى لا تتضح الصورة من يقاتلون على الأرض. العميد طارق محمد عبد الله صالح هو قائد القوات المشتركة. نعم نعم دكتور، شكرا جزيلا لك، سوف نعود لك في حلقاتنا القادمة. إذن مشاهدينا الكرام، أترككم في أمان الله وحسن رعايته.